أهلا بكم أحبتي وأصدقائي في حلقة جديدة من سلسلتنا العلم بين عالمين، والتي سنتحدث فيها عن موضوع تطور الأخلاق. من المعروف أن الأخلاق الإنسانية هي مجموعة من السلوكيات التي تنبثق من قيم ومبادئ يتبناها مجتمع ما في فترة زمنية معينة، أو يتفق عليها أغلب الناس لكونها تجلب لهم المنفعة أو تدرع عنهم المضرة. في نفس الوقت توجد حولنا في الطبيعة أحداث تجري غير مهتمة بما نعتبره نحن خير أو شر، أو ما يتفق مع مصالحنا أو يتعارض معها. مثلا عندما يغزو فيروس الكورونا جسم الإنسان ويمرضه وربما يقضي عليه فقط مقابل أن يعيش وينتشر، فسوف نتفق جميعا نحن كبشر على أن هذا التصرف هو تصرف أناني وغير مقبول. ممكن طبعا أن نشتم هذا الفيروس، ممكن أن نرفض وجوده، أو نرفض أن نتحدث عن أي نظرية علمية تفسر كيف يحدث ولماذا يمرض الإنسان ولماذا يموت بسببه. لكن مع ذلك سوف يستمر هذا الأمر بالحصول دون أن يعبأ لتقييماتنا الأخلاقية تلك. لذلك عندما نريد أن نقيم صحة أو خطأ نظرية علمية ما أو وقائع تحدث في الطبيعة، فيجب علينا هنا أن لا نلتفت إلى الاعتراضات الفلسفية أو الأدبية التي تنطلق من منظورنا نحن كبشر. مثلا القول أن القبول بنظرية التطور يعني هدمنا لأسس الأخلاق الإنسانية ودعوة الناس للتخلي عنها، بل ننظر فقط إلى الأدلة العلمية التي نتوصل إليها بالتجربة أو الرصد. لكن الغريب أن جماعة الخلقيين التي تعارض نظرية التطور العلمية دابت عبر تاريخها على الترويج لمثل هذه الأفكار التي تشوبها مغالطة تسمى مغالطة التوسل بالنتيجة appeal to consequence. لذلك نسمع باستمرار من هذه الجماعات ادعاءات من قبيل أن التطور يدعو إلى الحط من قيمة الإنسان، أي أننا ننحدر من قروض، يدعو إلى انعدام الأخلاق وسيادة الأنانية في التعامل بين الناس، يدعو إلى التمييز العنصري ضد الأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة، التقليل من شأن المرأة، التبرير للمثلية الجنسية، وغيرها وغيرها من الادعاءات. وكلها بصراحة ادعاءات مغالطة مبنية على سوء فهم للنظرية العلمية نفسها أو بناء استنتاجات غير ضرورية على هذه الحقائق. أحد الخلقيين يقوم بصياغة هذا الاعتراض كالآتي: نظرية التطور تقوم على مبدأ البقاء الأصلح، أي أن تتنافس الكائنات فيما بينها وتنتقد الطبيعة الكائن ذات الصفات المفضلة في هذه البيئة لينجو ويستمر ويمرر جيناته. إذن هو صراع أناني عنيف، الأفضل فيه هو الأكثر أنانية ولا أخلاقية، فكيف استطاع البشر النجاة حتى يومنا هذا، وكيف حصلوا مع ذلك على منظومة أخلاقية عليا؟ إخواني إلى مناقشات مع الملحد. سيقول لك بعض الملحدين: نحن لا نتفق مع كل هذه التصرفات التي تمت باسم الدارونية والإلحاد، بل نؤمن بقيم المساواة بين البشر. لكن السؤال لهم حينئذ: ألا تخونون داروينيتكم بهذا؟ أنتم بهذا تحيدون عن النتائج العلمية لنظرية داروين في نظركم تحت وطأة انتشار شعارات حقوق الإنسان وحقوق المرأة. فحسب داروينيتكم عليكم أن تكونوا أوفياء للصراع قانون الطبيعة الذي جاء بكم إلى هذه الدنيا، وألا تخونوا الطبيعة العمياء التي جاءت بكم، وألا تمنعوها من السير قدما في مشروع الانتخاب الطبيعي للأقوى. في الداروينية ليس هناك أي مبرر للتحلي بأي من الأخلاق، بل إن الصراع الدارويني يتطلب من العرقيات التي ترى نفسها أرقى تطورياً أن تتحلى بأخلاق الأنانية والطمع والاستئثار والاعتداء على العرقيات الأحط منها لتبيدها وتتكاثر على حسابها. استمعنا إلى اعتراض نموذجي ينم عن سوء فهم عميق لأهداف البحث العلمي. مفاده إنه إذا كان التطور صحيح وآلية الانتقاء الطبيعي سليمة، فإذا لا يجوز لنا أن نقوم بأعمال تتعارض مع هذه العملية الطبيعية، لأنه أمر طبيعي وجيد. أي بمعنى، لماذا لا نطلق العنان لسلوكنا الأناني المدفوع جينيا هذا، ونشجع على تبني الطمع والأنانية والقسوة كسلوكيات سائدة في المجتمع؟ أي نترك للانتقاء الطبيعي أن يحدث تأثيره لينقرض الأقل قدرة على التكيف ويبقى الأصلح. هذا هو مضمون هذا الاعتراض. لكن علينا أن نفهم أن إقرار صحة نظرية علمية ما هو مجرد تبني لتفسير لما يحدث من عمليات في الطبيعة، لكن هذا لا يملي علينا نحن كبشر أو يلزمنا أخلاقيا بتطبيقها كدليل للإرشاد الاجتماعي والأخلاقي. التطور ببساطة هو نظرية علمية تشرح عملية
أنماط استنواع أشكال الحياة وليست نظام فلسفي كبير بشأن معنى الحياة. فلا يمكن لا لنظرية التطور ولا أي نظرية علمية أخرى أن تخبرنا ما علينا فعله أو كيف ينبغي أن نسلك في الحياة، وإنما هي فقط تخبرنا كيف حصلت الأشياء، وأن هذه السلوكيات مغروسة في أسلافنا ساكني السافانا، لكن مع ذلك الجينات هي ليست قدر لا مفر منها. مثلاً فاتن التي كانت تعشق الشوكولاتة وتعاني من السمنة المفرطة استمعت لنصيحة صديقها استشاري التغذية سامح ومرنت نفسها على كبح جماح شهيتها النهمة لتصبح أقل وزناً اليوم. وسامر الذي لم تخلو سابقاً إحدى وجباته من اللحوم وأصبح وفقاً لطبيبة مهدد بمرض في القلب استطاع بفضل قوة الإرادة التحول إلى نظام غذائي ليتخلص من أمراضه وعاداته الغذائية السيئة السابقة. وكذلك رامي الكسول أصبح من رواد النادي الرياضي بفضل معاشرته الأصدقاء يتبعون عادات صحية ويمارسون التمارين الرياضية بشكل يومي. بمعنى أنهم أياً كان ميراثنا الجيني هذا، لكن ذلك ليس قيد يربطنا بالبهيمية التي خرجنا منها بفضل الوعي. فالتطور ببساطة يخبرنا من أين أتينا لا إلى أين سنذهب. قال إن الانتقاء الطبيعي هو طبيعي دائماً. فعندما قام الإنسان بتدجين الأبقار والخيول وتربيتها في مزارع وتحبيث صفات معينة على أخرى عن طريق التهجين، أو عندما قام بتفضيل صفات معينة في الحنطة أو الذرة، فقد لعب دور في تشكيل الكائنات الحية بانتقائها صناعياً. بفضل الوعي الراقي الذي وصل إليه الإنسان وما تبعه من انتشار للفنون والآداب، نقوم اليوم بتحبيذ وانتقاء سلوكيات أكثر ملائمة ثقافياً، بعد أن كان معيار السلوك الجيد من السيء في أيام عائلة أبيدو وهابو، والسلوك الذي يساعد فقط على توفير الطعام والأمان للقبيلة وأفرادها. توجد أيضا فكرة شائعة بين الناس وهي صحيحة إلى حد ما لكن ليس دائما. مفادها أن المنتجات الطبيعية التي لا تتعرض لمعالجة صناعية هي مواد جيدة ومفيدة للصحة، مثل الخضروات الطازجة مقابل تلك المعلبة المضاف إليها مواد حافظة. لكن ليس بالضرورة أن كل ما هو طبيعي جيد وكل ما هو صناعي سيء. فمثلا تكاثر البكتيريا الضارة هو أمر طبيعي، لكنه بالنسبة إلينا نحن ليس خيراً أبداً. تلك البكتيريا لو كانت تتمتع بالوعي مثلنا لوصفت تكاثرها الأسي هذا بالنعمة التي أسبغها عليها الإله، لأنها دائماً تريد أن تعيش وتنتشر. بينما المضادات الحيوية تمثل العكس تماماً، هي بطبيعة الحال مواد مصنعة أي غير طبيعية، لكنها جيدة لأنها تساعدنا على القضاء على البكتيريا، وبنفس الوقت سيئة بالنسبة للأخيرة لأنها تقتلها وتمنعها من الاستمرار والانتشار وهكذا. أيضا من ضروب سوء فهم أهداف العلم وفلسفته هو الادعاء أن نتائج البحث العلمي تفرض علينا دائما تبني مواقف أخلاقية يجب تطبيقها في المجتمع، وقد بينا أن ذلك ليس صحيحا. فلا خروجنا من عالم الحيوان يملي علينا أن نتصرف كباقي الحيوانات، ولا أن معرفتنا بكيفية حصول التنوع البيولوجي ومنه اختلاف أشكال أو صفات البشر يلزمنا بمعاملتهم بطبقية أو عنصرية وفقا لهذا التصنيف. على سبيل المثال، رفض علماء البيولوجيا قاطبة فكرة روج لها خطأ في أوروبا وأمريكا مطلع سبعينيات القرن الماضي أشخاص مثل هربرت سبنسر الذي نشر مؤلفه قبل نشر داروين لكتابه أصل الأنواع، كما رفض المدافعين عن نظرية التطور الإجحاف المفرط المتمثل بالاستخفاف بالعوامل المعقدة التي أدت إلى ظهور النازية وربط إبادة وحرق اليهود بالداروينية. لكن البحث العلمي يجري طبعا على يد بشر، وهم كالعادة قد تكون لهم آراء شخصية عن الناس وعن الحياة حولهم هي بطبيعة الحال مستقلة تماماً عن نتائج البحوث التي يجروها في الجامعات والمختبرات. شاهدنا في حلقة العلم والغيب أن عالم الفيزياء الزرادشتي قد فشل في إقناع زملائه بأن ما نراه من ثنائيات في الطبيعة الكهرومغناطيسية هي ثنائيات للعبة أو صراع كوني بين آلهة الخير أهورا مازدا وآلهة الشر أهرمان، لأنه لم يقدم أي دليل علمي قابل للاختبار يثبت ادعائه. من الجيد أيضاً أن لا أحد اليوم لديه مبدأ راسخ بعدم لمس أو أكل حبات الفاصوليا فقط لأن عالم الرياضيات المشهور فيثاغورس كما يشاع عنه كان يقوم بذلك. كذلك
لو ظهر في بعض الأدبيات العلمية آراء العلماء كانت مواقفهم تجاه المرأة مثلا أو أي قضية فكرية أخرى تعكس وجهة النظر السائدة في ذلك الحين، مثلا كما يردد الخلقيين أن داروين الذي ينتمي إلى العصر الفيكتوري كان يرى أن المرأة مكانها البيت ورعاية الأطفال، فسيظل ذلك الموقف هو موقف شخصي للرجل ليس له علاقة بأبحاثها العلمية ونتائجها، وأيضا ليس له علاقة بالنتائج التي توصل إليها علماء البيولوجيا اليوم. لنستعرض بعض الاستشهادات الخلقية الشهيرة في هذا الإطار لنرى مصداقية هذه الاستشهادات وصحة الاستدلال بها. وما سأقوله هنا غريب صادم، لذلك أضع لك المرجع فراجعه. وقد راعيت الترجمة الحرفية لما ورد في النسخة الإنجليزية من المجلة مع اختصار فقط، وهو نقل طويل سأقول في آخره انتهى لتعرف أنه انتهى. يقول جوستاف لوبون: في أكثر العرقيات الذكية كما في الباريسيين هناك عدد كبير من النساء اللواتي حجم أدمغتهن أقرب إلى الغوريلات من الرجال الأكثر تطوراً، وهذه الدونية واضحة جدا. كل علماء النفس الذين درسوا ذكاء النساء يدركون اليوم أنهن يمثلن الأشكال الأكثر تدنيا من تطور الإنسان، وأنهن أقرب للأطفال والسذج منهن للرجال البالغين المتحضرين. بلا شك هناك نساء متميزات أرقى بكثير من الرجل المتوسط، لكنهن استثناء كولادة أي مخلوق مشوه، على سبيل المثال غوريلا برأسين، وبالتالي فيمكننا أن نهمل وجود هؤلاء النساء تماما. انتهى كلام. ملخص ما يدعيه المتحدث هنا هو مقول العالم نفس اجتماعي يدعى جوستاف لوبون، ورد في مقال يعود لعام 1879 يذكر فيه أن دماغ المرأة أصغر أو مقارب لدماغ الغوريلا. مبدئيا دعونا نتساءل، ماذا لو ورد في كتاب يتحدث بتفصيل علمي معين لكن أقحم فيه رأي شخصي لعالم أو باحث، ويتضمن هذا الادعاء ما يمكن تسخيره بشكل عنصري؟ فبغض النظر عن الاستنتاجات العلمية كما قلنا سابقا لا تثبت أو تنفى بناء على تقييمات أخلاقية بل على سلامة وجدارة الدليل الذي تستند إليه، فإن ما ورد في الاستشهاد بشكل مجمل يبدو أنه رأي شخصي لصاحبه وليس مدعم بأدلة علمية. ثم أن الدول المتقدمة اليوم صحيح تأخذ بالنتائج العلمية لكي ترسم السياسات وتشرع التشريعات، لكن ذلك بعد أن يتم فلترتها ونقاشها بشكل مستفيض من قبل الأطراف اللاعبة في المجتمع مثل السياسيين وأصحاب رؤوس الأموال والنقابات إلى آخره. طبعا من الغريب هنا محاولة إسقاط نظرية علمية رصينة تسطر ربما في اللحظة التي أتحدث فيها الآن أبحاث علمية في مصداق يدها عن طريق الإتيان بمقالات تنتمي إلى نهاية القرن السابع عشر تمثل وجهة نظر عتيقة، بينما يتجنب الباحثين اليوم الإحالة للأبحاث العلمية وإن كانت رصينة إذا تجاوز عمرها 15 عاما فما فوق. حقيقة الأمر هي أنه خلال القرون الماضية كانت هناك مشكلة سيادة صورة نمطية في أغلب تلك المجتمعات تقلل من شأن المرأة حتى من قبل المتدينين أنفسهم. بطبيعة الحال هي ليست نتيجة لمبدأ علمي روجت له نظرية التطور، لكنه بسبب سيادة صورة نمطية في ذلك الزمن. وقد سلط عالم البيولوجيا المتخصص ستيفن جاي جولد في كتاب خصصه لمناقشة أقوال الأشخاص الذين يحتقون المرأة والرد عليهم، انتقد فيها طبعا بشدة ما قاله لوبان في هذا المقال، وقام بتعرية ادعاءاته، بمعنى أن علماء البيولوجيا الفاهمين والمتخصصين في التطور يرفضون هكذا الادعاءات. بصورة عامة بخصوص موقف العلم فيما يخص الاختلافات بين الرجل والمرأة، فالعلم لا يدلي بأن حجم دماغ المرأة أقل من حجم دماغ الرجل، لذلك فإن الأخير أذكى من الأولى، لكنه قد يدلي ببيانات مثل أن كتلة جسم الرجل بشكل عام وبالتالي فإن الأعضاء ستكون نسبيا أصغر. لم يتم رصد فروق جوهرية في الوظائف والخصائص الإدراكية بين الرجل والمرأة، لكن هنالك عوامل مثل أنه نمو دماغ الإنسان يتأثر بالبيئة والظروف التي يمر بها والخبرات التي يكتسبها أثناء حياته. فعندما يميز المجتمع منذ الصغر في تعامله ما بين المرأة والرجل، فإن ذلك سيترك بطبيعة الحال أثر في تركيب شخصية الفرد. كل من الرجل والمرأة لديهم استعدادات متباينة منذ الولادة ليصبحوا أكثر أو أقل تميز في مجالات معينة إذا ما أحسن تدريب الفرد وتوجيهه. لذلك مثلا يبرع الرجل في الرياضيات بينما المرأة تكون بارعة في مجالات التواصل الاجتماعي. وهكذا ممكن أن ترفضنا الأبحاث العلمية
بمعلومات عن بعض الخصائص والفروقات فيما بين الجنسين أو بين حتى الفئات العمرية المختلفة لنستفيد منها في أساليب التعامل وتسخير القدرات بشكل أفضل بدون ربط تلك النتائج بتقييمات أخلاقية كما يفعل بعض المتصيدين. كان داروين قد بذر بذور وصف المرأة بالدونية تطورياً، ففي كتابه أصل الإنسان عقد فصلاً بعنوان القدرات الذهنية للرجل والمرأة، وقال فيه عن بعض خصائص المرأة هي خواص الأعراق الأدنى. مفاد استشهاد صاحبنا هنا والمقتبس من أحد أهم كتب تشارلز داروين العلمية أصل الإنسان والانتقاء الجنسي، إنه من المسلم به عموماً أن لدى المرأة تكون قوة الحدس والإدراك السريع وربما التقليد أكثر وضوح من الرجل. على الأقل بعض هذه الملكات تعتبر من سمات أجناس أدنى وبالتالي تعود إلى حضارية أقدم أو أقل. عبارة داروين هذه هي توصيف لبعض خصائص المرأة التي تتميز فيها عن الذكر، وهي انتقاء الأعشاب والفواكه والمقدرة على الانتباه إلى الشؤون التفصيلية الدقيقة. مرجع ذلك هو أن الأنثى في زمن أسلافنا كانت لديها مهام تختلف جذرياً عن مهام الرجل في ذلك الزمن، الذي كانت مهامه الأساسية مطاردة الحيوانات والصيد والقتال لأجل السيطرة إلى آخره. لذلك حتى اليوم نرى تلك الفوارق الموروثة أو تلك الغريزة المدفونة بفعل الانتقاء بارزة في سلوكيات الأنثى، مثل ميلها إلى قضاء وقت طويل عند التسوق وتفوقها في انتقاء البضائع المناسبة أكثر من الرجل، حيث تبرز عندها هذه الغريزة بشكل عملي يمكن ملاحظته اليوم، بينما تكون هذه المهام مملة بالنسبة للذكر الذي لم يبرمج على ممارستها. بكلمات أخرى، المرأة ورثت الصفات من كائنات أقل تعقيد منا لم يرث الذكور تلك الصفات من أسلافهم، والعكس صحيح أن الذكور أيضا ورثوا تلك الصفات من أسلاف بعيدة، لكن المرأة لم ترثها بسبب فعل الانتقاء الطبيعي. توجد أيضا صفات ورثها كلا الجنسين، مثلا حاسة الشم هي حاسة موجودة لدى الذكر ولدى الأنثى، وهي موجودة أيضا عند الكلب، هذا يشير إلى اشتراك تلك الكائنات بأسلاف مشتركة، لكنه بطبيعة الحال ليس له علاقة بأن مستوى أو مرتبة الكلاب هي مساوية للإنسان. الموضوع ببساطة لا علاقة له بالتقييمات الأخلاقية. من الجدير بالذكر أنه في أماكن أخرى من نفس المصدر الذي تم الاستشهاد به يعطي داروين للمرأة مكانة وأهمية عالية ويضعها في رأس هرم أو قمة المجتمع. فلو عندنا نفس الصفحة التي تم الاقتباس منها نجد أن داروين يوجه مديح واضح للمرأة قائلا: يبدو أن المرأة تختلف في نزعتها الفكرية خصوصا في حنانها الأكبر وأنانيتها الأقل مقارنة مع الرجل الذي بسبب طابع حياة المنافسة الذي فرضتها عليه الطبيعة يتصف بالأنانية. إذن المرأة أكثر حنان من الرجل. يوجد أيضا أكثر من 150 مراسلة لداروين مع باحثات في المجال العلمي وناشطات في مجال المساواة بين الجنسين أظهرت دعمه لمساواة المرأة مع الرجل وتشجيعها لدخول الوسط العلمي الذي كان في ذلك الزمن حكرا عن الرجال، مما يضعف بشدة فكرة أن داروين كان يحتقر المرأة. في نفس السياق نجد هذا الاتهام القديم الذي مفاده أن التطور يعني سلم ارتقاء من كائن أدنى إلى كائن أعلى، فإذا هي نظرية تروج للطبقية والتمييز العنصري. ألا تمنعوها من السير قدما في مشروع الانتخاب الطبيعي للأقوى؟ في الداروينية ليس هناك أي مبرر للتحلي بأي من الأخلاق، بل إن الصراع الدارويني يتطلب من العرقيات التي ترى نفسها أرقى تطورياً أن تتحلى بأخلاق الأنانية والطمع والاستئثار والاعتداء على العرقيات الأحط منها لتبيدها وتتكاثر على حسابها. في الواقع وانطلاقاً من أدبيات التطور ذاتها لا نجد أي مصادر تتحدث عن أن للتطور نية مسبقة للوصول إلى أي نتيجة ختامية، سواء للوصول إلى تشكيل كائن أسمى يدعى إنسان أو غيره. معيار الأفضلية هو إمكانية التكيف مع البيئة لا غير. نوع البكتيريا المتكيفة بشكل مثالي مع بيئتها هي أفضل من أنواع البكتيريا الأخرى وأفضل حتى من بعض الكائنات الأكثر تعقيداً. نعم، تحدث للكائن مع تشعب ومرور الوقت تحسينات تدريجية في الأنساب تفسر بالتفرعات التشعبية في مختلف الاتجاهات، أعلى، أسفل، يمين، يسار، أي ليست هنالك فوقية أو أعلى وأدنى كما يروج خطأً.
فممكن أن تنتج فروع جديدة، لكن ليس الفرع الأبعد في الغصن هو دائما ذلك الأفضل أو أكثر كمال من تلك الأخرى القريبة من جذع الشجرة، بل هي مجرد زيادة في التعقيد قد تبدو لنا من وجهة نظر بشرية بحتة أفضلية أو فوقية، لكنها بالنسبة للطبيعة لا تعني شيء. الكائن الأفضل هو الكائن الذي يستطيع الاستمرار. في المحور القادم سوف نتحدث عن أسس نظرية التطور، ليس تلك الأسس التي تجدها في خطابات الخلقيين، وإنما الأسس العلمية الصحيحة لنظرية التطور، لنقارن بين ما يطرحه الخلقيين كأسس لنظرية التطور باستخدام مغالطة رجل القش وبين الأسس الصحيحة لهذه النظرية. تابعونا وشكرا لكم وإلى اللقاء.